مشاهدينا الكرام، لمزيد من إلقاء الضوء على التطورات في المنطقة عموما ولا سيما نذر الحرب التي باتت تخيم عليها بعد اغتيال إسماعيل هنية، معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بكم دكتور قحطان معنا. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالقناة وبالمشاهدين الكرام، حياك الله. وحياك الله دكتور قحطان. إذن بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الولايات المتحدة أعلنت أنها توجه عددا من سفنها الحربية في المنطقة بحجة حماية الكيان المحتل. هل نحن أمام نذر حرب إقليمية بين طهران وتل أبيب؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز. بالتأكيد هذه تأتي ضمن عملية تصعيد بشكل عام تشهد المنطقة، سواء في موضوع الكيان الصهيوني مع الأطراف العربية أو الإسلامية أو ما يسمى بالمقاومة، أو أن أمريكا لها أجندة أخرى قد تكون في المنطقة بحاجة إلى وجود عسكري مميز، سيما أن التفاعل بدأ يصعد والقرار العسكري الأمني بدأ يفرض ذاته في المنطقة. نعتقد نعم أن المنطقة مقبلة على تصعيد من هذا النوع، وأعتقد أن التصعيد ما بين الكيان الصهيوني وما يسمى الفصائل المقاومة هو أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو أيضا ضمن بشكل عام لثار أو لعنجهية صهيونية ضد هذه الجماعات العربية أو حتى الدول العربية كلبنان كفلسطين كذا تحت المسميات الفصائل المنفلتة. ثم أيضا هو يصب في صالح أمريكا باعتبار أن أمريكا في خلدها أن تحتوي الأذرع الولائية لإيران في المنطقة، لذلك نعتقد أن الدوافع الأمريكية والدوافع الصهيونية التقيا كثيرا، وأعتقد الأمور تصعد بالاتجاه الذي ينذر بمواجهة أكثر حدة بين الأطراف المعنية. يعني ربما البعض يقول إنها ستكون مجرد ضربات محدودة كما حصل سابقا، ويكون هكذا الرد المتبادل بين الطرفين كما عهدناه، ما رأيكم دكتور؟ أنا مع هالفكرة بشكل عام، وذلك ليس من معطيات الصراع الآني ولكن من الثوابت الاستراتيجية. أمريكا غير مختلفة مع إيران غير مختلفة مع الكيان الصهيوني ولا مع أمريكا استراتيجيا، ولكن لظروف الصراعات الدولية والتخندقات الدولية جعلت الآن بين أمريكا وبين إيران حالة من يسمى الصراع التنافسي، أي أقرب إلى حالة الاحتواء والاحتواء المتبادل الذي كان أيام الاتحاد السوفيتي وأمريكا الغربية، لأن إيران جزء من ترتيبة روسية صينية بالمنطقة، زائدا فاعلية عن طريق وجودها الفصائل المسلحة التابعة لها. لذلك لابد على أمريكا أن تثني وتلجم الآلية والفاعلية الإيرانية عن طريق ضرب فصائلها في هذه المدن، وبالمقابل أيضا الصهاينة ينتقمون من العرب بهذه الحجة ويؤكدون تدلل الحالة العربية وتشرذمها. لذلك ليس خلاف استراتيجي بين أمريكا والصهيونية وإيران بقدر ما هو صراع تنافسي، نعم، ولكن تبقى إيران دولة قائمة. أمريكا حريصة على أن تكون إيران دولة قوية واحدة، لأن لإيران مهمة إخافة المنطقة الخليج، وبالتالي لا يصار إلى التصعيد الذي كالذي حصل باتجاه العراق أيام قبل الغزو الإنجلوساكسوني الأمريكي، وذلك تصعيد ولكن لا يرتقي إلى مستوى أن تدمر إيران أو تفتت إيران أو أن تمسح إيران، لا ليس بهذا الحجم. الحرس الثوري الإيراني ذكر أن اغتيال هنية قد تم بمقذوف قصير المدى من خارج المكان الذي كان فيه هنية. يعني في ضوء هذا الاختراق الأمني من طهران دكتور قحطان، هل يمكن للنظام الإيراني إعادة رسم هذه الصورة الذهنية التي مزقتها عمليات الاغتيال التي حصلت في أكثر من مناسبة؟ أنا نشرت تغريدة قلت على إيران أن أما تفند ادعاء الكيان الصهيوني أنها من الداخل أو أن هناك مسألة على إيران أن تصححها قبل أن ترد على الجانب الصهيوني. هذا خرق كبير جدا، وأعتقد أن هذا الخرق سواء كان بالصورة ظهرت أو التي أعلنها حاس الثوري أن مقذوف قصير المدى من منطقة قريبة أو غيرها، هذا يعد خرق كبير للجانب الإيراني.
أضف إلى ذلك فاعلية الرد الفعل الإيراني جرب أمام الملأ أنه باهت وهش، وبالتالي هو مخترق داخليا، وقدرة الرد عليه هشة، ووضع الاقتصادي في حالة تردي. ذلك أعتقد أن إيران أكدت عزها على الصعود كافة، وبالمقابل أنا أتوقع أن أي رد لن يرتقي إلى الحجم الفعل الذي هو يتوعد به، وأعتقد هذا سيصب أيضا لصالح الكيان الصهيوني باعتباره القوة الأكثر ردعا في المنطقة والأكثر فاعلية، وذلك سوف يزرع في نفس المقاوم الفلسطيني الحقيقي للكيان الصهيوني حالة أيضا أسفي شديد من الزعزعة إلى حد معين. لذلك أعتقد أن الأمور تصب كلها لصالح الكيان الصهيوني، وإيران سواء أندرت أو لم تدري فأنها ساهمت في إظهار الحالة الضعف والوهن فيما يسمى الاسم المبتدع لها محور المقاومة، أو ما يسمى الخنادق الساحات أو تكامل الساحات. هذه البدعة التي إذا ما إيران أكدت عليها ستكون حتى ضربة هنية من قبل الكيان الصهيوني إلى حد معين مشروعة، باعتبار أن إيران قالت وحدة ساحات، وبالتالي ساحة إيران هي ساحة مكملة إلى ساحة فلسطين، غزة، جنوب لبنان، الحوثيين كذا. وبالتالي أعتقد إيران في حالة تخبط كبير، وعلى ما يبدو أنها لا تعي ماذا تقول وماذا تصرح. بخصوص وحدة الساحات دكتور قحطان، قبل اغتيال هنية كما تعلمون في طهران أيضا قوات الاحتلال اغتالت رئيس أركان ميليشيا حزب الله اللبناني فؤاد شكر، وحتى حسن نصر الله أعلن أنه تحويل جبهات الإسناد لغزة إلى جبهات حرب مفتوحة. حتى الحوثيون يلوحون في خضم هذه الأحداث بتصعيد. يعني هل تستطيع برأيك إيران لجم أذرعها وتهدئتها، أم بالعكس ربما إيران تطلق العنان لهذه الأذرع يعني ربما تحصل مشكلة كبرى في المنطقة؟ إيران قد تلجم أذرعها 100% وقد تدفعهم إلى التهور 100%، وذلك حسب مصلحة إيران. إيران تفكر في مصلحتها أولا. هذه الأذرع وضعتها لكي تتحدث نيابة عن إيران، أو أن تقوم بفعل معين يتوافق مع التفكير والسلوك الإيراني. فإيران عندما ترى في مصلحتها تلجم هذه الفصائل ستلجمها وستجمدها، وقد تعطيها كبش فداء. ولكن إذا ما كانت متطلبات إيران لا التصعيد مع الجانب الصهيوني أو الأمريكي لأسباب خاصة بإيران وليس بعقيدة تقاطعية مع إيران ومع الكيان الصهيوني، لأن إيران سبق لها أن تعاملت مع الكيان الصهيوني ومع إيران عام 1986 في إيران جيت، وخاتمي قال على طهران على واشنطن لا تنسى دور طهران في احتلال كابل واحتلال بغداد. إذا توافق قائم بين الأطراف، ولكن الخلافات الأمريكية إيرانية تستوجب متطلبات. إذا رأت إيران ظهورا أن تذهب بعيدا في الصراع ستدفع بهذه المجاميع إلى المحرقة، وإذا رأت أنها ممكن تبيعهم بأرخص الأثمان لكي تبقى الوضعية في داخل إيران إلى حد معين توافق مع الإدارة الإيرانية، أعتقد أنها ستغامر بهم وتبيعهم أو تجمدهم كما تشتهي وكما تفرض حالة الصراع الأمريكي الإيراني. أيضا دكتور قحطان، توازيا مع كل هذه التوترات في المنطقة ونذور الحرب التي قد تكون مفتوحة، هناك حديث أيضا عن ضغوط أمريكية على نتنياهو دفعته إلى إرسال وفد للقاهرة للتباحث في شأن التوصل إلى نتيجة في سبيل استئناف مباحثات تبادل الأسرى وإيقاف إطلاق النار كما حصل من قبل، ولكن أي جدوى برأيك من هذه المفاوضات التي قتل فيها أحد الطرفين من يفاوضه؟ أنا أعتقد أن أمريكا والكيان الصهيوني غير جادين بالتفاوض نهائيا، ولكن الظرف الدولي مستوى التظاهرات في سوح أوروبية حالة مؤسفة. نحن العرب، نحن المسلمون لا نتحرك بينما الغرب يتحرك على قد تقدير على المستوى الشعبي، لا نقول مستوى رسمي، بعض المستوى الرسمي هو إيجابي، ولكن المستوى الرسمي العربي الخانع يعطي دلائل كثيرة على خنوعه أكثر من انتمائه لهذه الأمة ولهذا الإسلام. أعتقد أن الضغوط موجودة، ويحاول نتنياهو أو بايدن أو حتى ترامب أن يبدو وكأنه ساعي إلى
إلى الصلح، ولكن في تقديري الشخصي أنها لها الفرصة السانحة لأمريكا والكيان الصهيوني بالتصعيد. لذلك إذا ما تأن الأحداث لرأينا أن حادثة قصف المفتعل لمنطقة في الجولان وأصابت عدد من الصبية المسلمين العرب السوريين أخي العزيز هو فبركة صهيونية حتى تدفع بالتصعيد وليس بالتخميد. إذا أعتقد أن ادعائهم ورغبتهم بالتصعيد هي حقيقة، ورغبتهم بالمساومة أو بالتهدئة من قبل نتنياهو والإدارة الأمريكية هو شكلي وليس حقيقي. إذا دكتور من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.